بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري، تنظم جمعية توحيدة بن الشيخ للسند الطبي حفلا خيريا مع جعفر القاسمي، الهادي ولد بابا الله، العربي المازني، محمد علي النهدي وغروب ميتيس، وذلك يوم الأربعاء 14 نوفمبر على الساعة 8:30 مساء بقاعة الزفير المرسى. تخصص المداخيل لدعم نشاط الجمعية. تباع التذاكر بقاعة سينما الزفير.